طيب علي، النهارده الاهلي بدايه موسم رائعه جدا يعني في الدوري، الفوز برباعي على المصري، المصري بتشكيله ممتازه جدا مع مدرب محترم جدا الكابتن علي ماهر. يقدر الاهلي يعمل النتيجه ديت بعد خساره كاس السوبر الافريقي؟ اكيد بدايه عظيمه. انا عجبني المقدمه بتاعتك في البدايه، ان انت قلت النادي الاهلي مين الفارس اللي هيجي. النادي الاهلي بعد الخساره بين شخصيه البطل وبين شخصيه النادي الكبير النهارده، وبيلعب فريق مش قليل النادي المصري. فانا اتبسطت من حاجات كتيره، ان الاخطاء قلت في النادي الاهلي، الكور الثابته اتحسنت قوي قوي في النادي الاهلي الدفاعيه والهجوميه. النهارده في كوره اتعملت، كوره بيرسي ده وضيعها، بس اكيد في التمرين كان بيجيبها، مش عارف يجيب في الماتش اللي هو كان عند الحارس، وبعد كده موديست كملها قلشت منه، اللي هي اتلعبت كان علي معلول ناحيه الشمال. لا دي واحده تانية اللي على رجله. ايوه بالظبط بالظبط. ففي حاجات النهارده انا بتعجبني، في حاجات لكولر الكور الثابته بتعجبني قوي، المدربين اللي هي بتعمل كور ثابته في المباراه، مش كله مثلا ال 90 دقيقه انا لازم اضغط ضغط عالي، لازم العب نص ملعب. ما هو المدرب دايما متنوع، في ضغط عالي، في تلتين، في نص ملعب، فهو المدرب بينوع شغله في طول ال 90 دقيقه. صحيح. فالحاجه الكويسه اللي انا بحبها بقى من المدربين، ازاي تعرف الكور الثابته تعملها دفاعيا وهجوميا، ازاي تنظم فريقك حتى لو عندك فيه لعيبه اتضربت في الضغط العالي، لعيبه نص الملعب ترحل ازاي وكده. فانا مبسوط النهارده من اداء النادي الاهلي مجملا، بس اكتر حاجه انا مبسوط منها اخر 20 دقيقه. يعني انا شايف في اول الماتش كان عارف انت حديد في حديد، يعني عارف كابتن علي امير مقفل كويس وبيلعب كونتر اتاك، بيحاول يمسك كوره يستحوذ على كوره، بس كان في بطء كتير قوي في النادي المصري. النادي الاهلي بدا يحس، يعني بدا يبدا يفوق كده بعد ما جاب الجول. صح. بدات الدنيا بدات ترتاح، بدات لعيبه الاهلي تبدا تمسك كوره. ايه رايك في رضا سليم؟ يعني هو انت برضه ظلمت ان انت رحت حطيته، يعني قلت ايه شبيه لبركات. انا قلت ان الريح هو بركات. يعني هو خلي بالك ممكن يكون امهر من بركات في واحد على واحد. يعني بركات ميزته ايه؟ ان هو يعني بلغه الكوره كده يغفلك، يروح عامل وان تو، يفضل يقول يقعد يتكلم معاك في الملعب، وبعد كده تلاقيه 10 دقائق نار خالص، وبعد كده يهدى شويه. لا رضا سليم مختلف شويه، اداؤه كويس، لازم يمسك الكره تحت رجله عشان يعدي. مهاري، عنده ثقه في نفسه، بيعمل مجهود كبير طول المباراه، مش شويه ويختفي. يعني انا من وجهه نظري دي صفقه كويسه جدا سنا ولعيبا. يعني ديت من الحاجات اللي عجبتني قوي الصفقات. حلو. الفرويد انا مش هتكلم عنه خالص. لسه اربع خمس ماتشات، يعني انت طول ما هو موجود انا الاربع خمس ماتشات مش هتكلم عليه. برافو عليك. بلغه الكوره، يعني بلغه الكوره كده انا هقول ان رجلي فاضيه دايما. بقول الرجل اللي بتاعت اللعيب فاضيه ازاي، ان هو ما لعبش ماتشات وديه، ما عملش فتره اعداد كويسه. رجله فاضيه دي. الرجل لما تيجي انت عايز تملاها بتملاها بايه؟ بفتره اعداد كويسه. بماتشات وديه مع الماتشات الرسميه. هو لغايه دلوقتي ما مرش بكل ده. صح. فانا مش هقدر اتكلم عنه. هايل. طيب